لك آخ يا سيادة الملازم، شو بدي أحكي لك؟ يعني بنت مثلي جاية من الضيعة، عمرها ما شافت المدينة إلا على التلفزيون. فجأة بيجي أهم مخرج بالوطن العربي وبيقدمها بأهم مهرجان للسينما العربي. اللي ورطني بالمخدرات، بنت ضيعة، حب. فجأة بتصير نجمة على مستوى الوطن العربي. يمكن عقلي ما حمل. بس يعني لا تأخذيني أستاذي صفاء. أستاذي؟ الله يجبر بخاطرك يا سيد. طبعا أستاذي، المهم بنت. كل العالم كان يحكوا بسيرتك انت وهذا المخرج مروان سيتي. مروان شفتي من وقت ما طلبوا هذاك اليوم على مكتبه ما عاد فات على مهجانه. لكن صار عم يخفي على مهجع المخدرات والهشك بالشيك. يا ستي هذا مستوى ليكي علوان، من بين كل شي في مظالم بالسجن راح عالقلي بفتون. حبيبتي بيقول لك المثل، قال اللي مثلنا تعوا لعنا. قولتك يا ستي، بس انا بدي افهم شو اللي عجبه بصفاء. قال يعني فنانه. ايه اهلين فنانه، ايه ليكيها غرقانه بالمخدرات لقرايط ادنيها. اخ شوفيني، شوفي احسن مني لك. افشرت بعينها. إيه والله يا استناء، انتي رجلك براسة، عشنا وشفنا فنانات ونجمات. يا حبيبي حبيت صبح عليك مشان يكون صوتك أول شي بسمعه الصبح. ألو مروان عم تسمعني؟ لا عم اسمعك مروان حبيبي، مشان الله ما تتركني لحالي. شو هالحكي؟ مستحيل. أكيد. طيب حليف. والله لا، مو هاي الكلمة اللي بحب اسمعها منك. انت بتعرف اليمين اللي بحبه. طيب اعتبريني انت. خلاص بقى، خلاص مروان، خلاص حاجة بدها ذوق القصة بقى. الا لست الحسن تسكت احسن لها. طيب بعدين بحكي معك بعدين. العمالة هالعيشة لك شو هزلهات؟ لا يا خوفتك ما؟ خلاص بعدين بحكي معك بشوفك. يلا باي. عفوا معلش تعطيني حلك. ايه ما تاخذيني، تفضلي. مروان كيفك صفاء؟ تعبانه كثير يا مروان، طلعي تروحي. سلامتك، طولي بالك، هانت ان شاء الله. ان شاء الله. شو بكي؟ شو في مروان؟ معك مصاري؟ تكرم عينك. لحظة يسلموا ايديك يا مروان. طمنيني عنك، لسه ما تجيكي هديك النوبة؟ اجتني مرة وعطوني ابرة بنش، بس هلا عم بضيع على دواء السعر. شو ليش منخلي الشرطة والحراس يتمقطعوا فينا هالقد؟ مشان هيك يغضوا النظر عنا. ايه دخلك؟ هلا انت فيكي تأمني كمية منيحة منهم؟ لك انا اللي بأمن. عندك منهم هلا؟ والله بمشوا الحال.
يخرب بيت قلبك، عم قول لحالي شو كان صاير معك هداك اليوم؟ كنتي اخذه جرعه كبيره ما؟ خفت من الوجع بس ما استفدت شيء. يبعت لك حمى شو جذبك؟ لك حبيبتي هاد من مفعول المخدر اللي سفلقتيه. بالله فكرت من الوجع. لي على قامتك شو محششه. ما فهمت عليكي. كان عامل لي اياها مفاجأة. قال لي بنطلع على تركيا اسبوع زمان بدل يهجروا. ايه. ما كنت عارفة اني رح اوقف انا وراجع مطار الشام. كان مخبي المخدرات وشكت. نعم. هو ليش ما كملش؟ هو نزل بمطار حلب. قال لي عنده شغل كثير مهم. يعني بنشوف بعض ثاني يوم. ايه. وقديش انحكيتي فيه دخلك؟ 6 أشهر أول مرة. لأنه اقتنع إنه أنا ما بعرف شو عم بصخ. وبعدين كيف تورطتي؟ تورطت؟ ما أنا حكمت 6 أشهر. بعدين هو قنعني وقال لي إنه يعني هي لسه إذا سكت رح نقبر الفقر فيها. هي رح نقبر فقر يا صفوان. معك حق. اللي بتورط أول مرة بصير سهل عليك. ليش بدي احكي لك؟ هالمكان مليان ضباط وشرطة ومحققين. الو عم تسمعني مروان؟ بس ما تحكي لي القصة بس ليش؟ كأني حاسة إن حديثي مو عاجبك. جديدة ولا؟ بعرف انت بتحب تبلش نهارك بالصفا والحلاوة، مشان ما تزهقك نهارك يعني. بس الدنيا خفيفة كثير من الصبح. ايه، لما قلت لك انا. لسه بيطلع معي جنان أكثر من هيك بكثير. جنان أكثر من اللي عم يطلع معي؟